السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله الحمد، وصلتنا سيارة الأخ العزيز 1982 فولكس واجن. السيارة هذه كنا شريناها وجددنا بعض الأجزاء في أمريكا، وإن شاء الله صاحبها بيكملها ويجدد الأجزاء الثانية في دولة الإمارات. جددنا المحرك وجددنا أجزاء البريك ويبقى التنجيد والصبغ الخارجي. خلصنا إجراءات المينا والجمارك، وإن شاء الله بنسلمها صاحبها بعد شوي. هذه السيارة حلوة صغيرة. اللي حاب نفس هاي السيارة أو أي سيارة ثانية، سواء كلاسيك أو سيارة حديثة، هذا المحرك تم تجديده بالكامل. يقدر يتواصل يعني على الأرقام اللي موجودة في الشاشة، بإمكاننا أن نحن نشتري من أي مكان في أمريكا، نشحن إلى أي مكان في العالم. شكرا لكم، منصور الحمادي.